جوزي كليتون يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة. في موقع حبزه هو شخصيا كلاعب يساري. مراد المالكي يرفع كرة والهدف الأول بالفعل. إذن الهدف الأول معين الشعباني هذا الذي دخل منذ دقائق قليلة. دخل منذ ثلاثة دقائق فقط. إذن ماركوس دو سانتوس. إذن ضربة مخالفة كانت عرضية من مراد المالكي وصعود من ماركوس دو سانتوس يتمكن من تحقيق الهدف الأول في هذا اللقاء لفائدة الترجي الرياضي التونسي. وفرحة جماهير الترجي الرياضي التونسي بهذا الهدف. الكرات الثابتة هي سلاح كبير. هاي الإعادة. إذن الهدف الأول إعادة من زاوية أخرى. وطبعا رغم المحاصرة ماركوس دو سانتوس يتمكن من ملامسة الرأس قوية صعبة على الحارس علي بومنيجي. وفرحة مقعد احتياطي الترجي الرياضي التونسي وانطلاقة جديدة للقاء. حمدي القصراوي وخطيرة والهدف الثاني. عفوا من دفاع لدى النادي الافريقي وماركوس دو سانتوس لا يرفض الهدية. الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق نفس اللاعب ماركوس دو سانتوس. كان ارجاع كورة او ربما محاولة صد كورة ما كانش ثمانية ارجاع او الاعادة بين لنا. هذه ارجاع كورة من حمدي القصراوي. لا اتصور انه تمرير للحارس بالراس. وطبعا كان اسبق ماركوس دو سانتوس متقدم نسبيا وهذاك الحل نجم يعمله الحارس بومنيجي فيتمكن. اذا ماركوس دو سانتوس في الدقيقة 18 من تحقيق الهدف الثاني في سيناريو لا اتصور بان سمير السليمي رآه حتى في المنام باعتبار درامان تراوري تهرب عليه الكرة. داميانو دي عصام جمعة. عصام جمعة يرجع لوجهه الصغير. يتعامل الترجي بتأني مع المباراة. وهذه هجمة أخرى خطيرة في القائم الثاني. طليق ماذا يفعل ماركوس؟ يسدد وتخرج من الدفاع. كانت خطيرة هي الأخرى. ورقة حمراء وضربة جزاء على ما يبدو. أكيد ورقة حمراء وضربة جزاء. وسام بن يحيى دقيقة 28 كان تعليق ماركوس دو سانتوس وكان الهجوم يوحي بالخطورة. ينكمش الترجي للخلف. الهجومات المضادة سريعة مساحات فارغة. روض الكرة ماركوس في عقله وطبعا تلمس الكرة في اليسرى لوسام بن يحيى وتتحول وجهتها وضربة جزاء لفائدة الترجي الرياضي التونسي. إذن سيناريو آخر قد يعقد أمور النادي الإفريقي. دائما غير المنتظر وغير المتوقع يحدث في مباريات الديربي. إذن ضربة جزاء لفائدة الترجي. وكمال زعيم في التنفيذ. كمال زعيم في التنفيذ. كمال زعيم يستعد يقدم ويسجل. هل هدف الثالث لفائدة الترجي الرياضي التونسي عن طريق كمال زعيم بضربة جزاء في الدقيقة 30. يعني بمعدل هدف في كل 10 دقائق. كمال زعيم أمامنا يعبر على فرحته بتسجيل الهدف الثالث بضربة جزاء. كان وراءها وسام بن يحيى اللي ربما هذاك هو الحل اللي نجم يكون عند هذا الشاب. ثلاثة أهداف مقابل صفر بعد 30 دقيقة فقط. سيناريو متميز
للترجي الرياضي التونسي، وصعب جدا وقاسم على النادي الافريقي. خالد المولي، محمد المكشف يخليها الى علي بومنيج نحو محمد السليتي، ياخذها نوانيري، مناري، مناري ستمانية في وسط ميدان الترجي الرياضي يا جوهر المناري. تعدى الكور، الهجوم المعاكس، ماكي الى بن يحيى، خطير البحيري، تسديد بالقدم مره ثانيه، هدف رابع، هدف رابع عصام جمعه. ترتد بين الحارس والدفاع ثم الحارس ثم عصام جمعه، لا يتسامح. والهجوم بداه الشاب احمد بن يحيى، هدف رابع يؤكد انتصار الترجي في الدقيقة 87. قلت من المرات القليلة وأربع أهداف مقابل صفر كانت مرسومة، ولست أدري إن كان هذا المتكهن يعني نقول كذب المنجمون لو صدقوا، ولكن أربع أهداف مقابل صفر ورفعت بعد الهدف الرابع. وطبعا الحرفيه لزملاء التقنيين ومخرج هذا اللقاء. توفيق العليمي كان حاضرا. اذا هدف الرابع للترجي الرياضي التونسي في سيناريو كنت قلت منذ الشوط الاول لم يكن لسمير السليم ولا لاكبر متشائمين ان يتصوروا حتى في الاحلام. والترجي يستحق هذه النتيجة نظرا للأداء الكبير والممتاز الذي قدمته عناصره.